السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان الموضوع طويل وقتنا محدود هنكمل كلامنا بسرعة عن منظومة النجاح. الركن الثالث Your Habits، العادات اللي انت لو طورتها في نفسك او اكتسبتها من الاصل هتفرق معاك وتخليك انسان منجز. رقم واحد، الاشياء اللي بتستغرق وقت قصير لو انجزتها في الحال. Do it in a short time. هنفترض ان انت جالك ايميل من الشركة والمفروض ترد عليه في سطر او اتنين وفي الحال، لكن انت اتأخرت وبالتالي طلبت انك ترد على الايميل نظرا لانك متأخر، فبدأت تتفاعل وترد فعلا على الايميل ولكن اخدت وقت اطول وكنت مضغوط وما كانش بالكواليتي المعروفة عنك. رقم اتنين، البيرفكت بليس او المكان الملائم. بعض الناس ما تعرفش تركز او تحصل اي نوع من انواع المعلومات وهي خارج البيت، في مكان عام بينتظر فيه او في المواصلات، وبتحتاج كمان تهيئ داخل الغرفة بتاعتها او داخل البيت كله يمكن احيانا اجواء معينة من الهدوء. في الحقيقة لازم تتعود لو انت من النوع ده انك تركز في جزء من الضوضاء او جزء مقبول من الازعاج. ليه؟ لان الاجواء اللي انت بتبحث عنها صعب تتوفر باستمرار وبالتالي انت بتهدر وقت. رقم 3، تتغلب على الاغراءات بتحديك لنفسك. Overcome temptations by challenging yourself. لو انت مثلا بتنجز اي حاجة او بتذاكر والموبايل جنبك، اي مسج نوتيفيكيشن من ابليكيشن سوشيال ميديا بتجري على الموبايل، انت بتشتت نفسك وبتاخد وقت اطول في العمل اللي انت بتقوم بيه، وبالتالي من الافضل ان انت اما تتحكم في نفسك وتحدى نفسك انك مش هتفتح الموبايل ومش هتفتح الابليكيشن او ابعد الموبايل عنك. نفس الشيء لو انت بتشجع فريق معين ومنتظر المباراة اللي هيلعبها، لو هي مباراة مش مهمة كفاية انك تحدد وقت معين من المباراة لانك تتابعها، او لو مباراة مهمة جدا ركز في الوقت بتاع المباراة بس، بلاش الوقت اللي قبلها بتاع الاستوديو التحليلي والوقت اللي بعدها بتاع التحفيل او تدخل في مود زعل نتيجة لان فريقك خسر. رقم 4، الراحة او الريست. لو تفتكر زمان واحدة من الأسباب المهمة جدا اللي كانت بتفشل أي سكاديول بنحطه للمذاكرة إن إحنا كنا بنقول من 2 لـ 4 شابتر 1، 4 لـ 6 شابتر 2، 6 لـ 10 شابتر 3، على أساس إن إحنا آلات مش عاملين حساب الراحة أبدا، وبالتالي لما كان بيحصل إخفاق كنا بنحس إن إحنا ما أنجزناش. إخفاق ده جاي من إيه؟ نتيجة للتعب. مهم جدا إنك تحط جزء من الراحة في الخطة اليومية بتاعتك او حتى جزء من الاسترخاء في الخطة الاسبوعية، بحيث ان انت تجدد نشاطك وتركيزك. ولان عايز اكبر عدد منكم يتابع الموضوع كله بشكل كامل فهكتفي بهذا القدر في هذا المقطع. كنت معكم محمد المقدم، سلام عليكم.